بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صراحة هذه فرصة ديال أن السكينة ديال مدينة الزمامرة في شهر رمضان نقول المتنفس الوحيد اللي عندهم هو هاد الساحة هذه اللي كاينة هنايا، الساحة 9 مارس، يعني متنفس يعني جد مستوى، يعني غير هو كاين واحد النقص، النقص اللي هو ما كاينش مثلا شي لوحات ولا شي ملحون ولا شي انسان ملي تجي هنايا تلقى فين تدور وفين يعني تستافد وتفيد. هو الحويجات اللي ناقصين هو ان سميتو دابا الناس كتجي هنايا ما كتجلس وما فهمتي الدور الخاوي وهذه، اما الا كان شي مثلا شي معريض صغير ولا شي حفل يعني فحال الملحون ولا الذكر ولا ايات من القران الكريم غيكون احسن، وهذا هو اللي ممكن نقول. وشكرا على هذه الاستضافه، ونتمنى ان هذا اللقاء يعني باقي ان شاء الله هذا الشهر ديال رمضان، باقي الايام جايه ان شاء الله، ونتمنى من المسؤولين والناس اللي صارين على هذه البلاد انهم يقدموا لهاد السكينه، فهي في حاجه يعني في حاجه ماسه ان الانسان كيكون نهار كامل الصيام وهذه ومورا التراويح كيكون انسان خاصو فين يخرج فين. المهم كنتمنى في هذه الايام المقبله ان يديروا شي لوحات ولا مثلا شي معرض غير صغير اللي تكون فيه ايات ديك الحكيم والقران، وشكرا هذا هو اللي ممكن انا نقول، سمحوا لي.